أما المنافس الآخر والأوفر حظاً عبد الفتاح السيسي فواصل لقاءاته عبر الإعلام، وخاطب فيها ود الناخبين بعرض ملامح من برنامجه الانتخابي، كما تواصل مع أهالي أسيوط عبر الفيديو كونفرنس في ظاهرة جديدة في أجواء انتخابات الرئاسة المصرية. على قدم وساق تسير مرحلة الدعايات الانتخابية، مرحلة يحاول فيها كل مرشح رئاسي خطب ود المصريين على طريقته. وسائل الإعلام كانت الوسيلة الأبرز التي اعتمد عليها المرشح الرئاسي الأوفر حظا عبد الفتاح السيسي في التواصل مع الجماهير. جيش مصر جيش عظيم وطني قوي قوي صحيح، بس هو زي ما قلت قوة عاقلة وقوة رشيدة تحمي ولا تهدد، ولكن بالظبط كده مسافة السكة. مسافة السكة أيوة، المسافة فين؟ المشكلة فين؟ التهديد فين؟ بيننا وبين التهديد قد إيه؟ مسافة السكة دي هتلاقونا موجودين. محدش يتهدد وإحنا موجودين، لا مش هيحصل. فهكذا وصف السيسي جيش مصر في مقابلة تلفزيونية أجراها أمس مع سكاي نيوز عربية، وعند سؤاله عن الأوضاع في سيناء أوضح أن الإرهاب هناك لا يقتصر فقط على الشق الأمني. أمر ليس بالعسير خالص، وشغالين فيه وحقنا فيه نتائج كويسة جدا جدا هناك، ولسه هنكمل. بس كمان هو الموضوع مش أمني فقط زي ما حضرتك بالضبط في البداية كان، نعم المواجهة مش أمنية فقط، المواجهة أمنية وفكرية واقتصادية واجتماعية وإعلامية. ومن محافظة أسيوط حيث مسقط رأس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كان للسيسي مؤتمر جماهيري حاشد اكتفى بالمشاركة فيه عبر الفيديو كونفرنس الذي دعا من خلاله أهالي الصعيد إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة. شعب أسيوط أنا بتوجه إليكم بكل التحية والتقدير والاحترام. وبالتزامن مع ذلك تكثف حملته الانتخابية من فعالياتها على الأرض لعلها تعوض غيابا لمرشحها عن المشاركة في المؤتمرات الجماهيرية والشعبية، غياب يرجعه كثيرون لأسباب أمنية. المفكرون والأدباء كان لهم نصيب أيضا من هذه اللقاءات التي يجريها السيسي في مقره الانتخابي، ويستمع خلالها لرؤية كل أطياف وشرائح المجتمع حول مستقبل مصر. أيام قليلة وتنتهي مرحلة الدعاية الانتخابية، ويبقى للصندوق الانتخابي رأيه الأخير في انتخابات يراها البعض أنها شبه محسومة تجاه مرشح بعينه.